وزي ما قلنا يمكن بعد ماتش برضو أوفاركو قلنا صدارة عن جدارة فعلا. ده اللي حصل امبارح زي ما كريم بيتكلم بثلاثية رائعة، بيتكلم قفشة السلية محمد شريف طبعا يعني في شباك بيراميدز، فوز مهم جدا لأكتر من سبب زي ما اتكلمنا. انت بتتصدر المسابقة بفارق نقطتين عن بيراميدز، وده بيخلينا هنا نطمن على الدوري. ده بنتكلم برضو مؤقتا، مش هنطمن قوي بس نطمن مؤقتا لحين طبعا الانتهاء من مباراتنا الأفريقية في دور المجموعات زي ما حضراتكم متابعين. تاني حاجة هي فكرة عدم خسارتك أمام يعني أو أي مباراة في الدوري حتى هذه اللحظة، وتقديم أداء كمان ونتائج جيدة دايما أو من بداية الموسم قلنا كده، قلنا إحنا عايزين نشوف أداء ونتيجة، مش بس نتيجة، أداء ونتيجة، ده ما يستحقه جماهير الأهلي، وشفنا ده الحمد لله لحد هذه اللحظة. فكل ده دافع معنوي كبير جدا يعني للعيبة قبل مواجهة يعني مواجهة سان داونز المرتقبة يوم السبت. أعتقد برضو هنتكلم ونقول فوز مهم، أداء تكتيكي هايل من موسيماني، شفنا توزيع جيد كمان. لو هنتكلم بقى في التفاصيل يعني لمجهود لعيب الاهلي ده طوال وقت المباراه، ما شفتهاش مثلا في الساعه الاولى مثلا، او شفتها في نص الساعه الاولى او نص الساعه الاخيره، انت شفتها على مدار ال 90 دقيقه، فحاجه كانت محترمه جدا. نقول بقى اللي جاي ان شاء الله برده يكون افضل. احنا عندنا سان داونز مباراه مهمه هنتكلم في تفاصيلها النهارده، بس برده هنرجع نقول ما فيش حاجه مضمونه. تاني احنا اتكلمنا في مباراه سان داونز والشكل العام، اكيد انت في الاول وفي الاخر هتلاعب فريق هو مش عايز ان هو يهاجم، هو عايز ان هو يحافظ على صداره على نقاط معينه، فانت اللي عليك ان انت تهاجم، انت اللي عليك ان انت تروح تستحوذ على النقاط، فاكيد هتبقى مواجهه صعبه جدا، بس كل التوفيق ان شاء الله. ما هو كلمه ان مفيش حاجه مضمونه دي يمكن من ضمن اهم مميزات لعيبه النادي الاهلي، ان هم بيلعبوا من نفس المنطلق برغم تسيدهم للصوره وتصدرهم للمشهد ايا كانت البطوله اللي هم بيشاركوا فيها، بس عشان هم عارفين وبيطبقوا وينفذوا اللي انت بتقوليه ده، ففعلا ده مخليهم عارفين يستمروا بنفس القدر من التمكن. نفسنا نتصدر فعلا افريقيا طبعا ان شاء الله. فدي نقطه